الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، ونسأله أن يوفقنا للأعمال الصالحة وأن يبارك لنا في جميع الأوقات. وبعد، في هذه الليلة الكريمة المباركة نتناول بإذن الله عز وجل عدداً من الآيات في سورة يوسف عليه السلام، حيث ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بقصته مع ملك زمانه حينما رأى تلك الرؤيا العجيبة ولم يستطع أحد أن يفسرها حتى أعادهم الله إلى يوسف، فعرفوا مكانته ومنزلته وما عنده من العلم وما عنده من الأمانة وما عنده من القدرة، فجعلوه على خزائن الأرض. فأخذ 7 سنين، 7 التي فيها رغد العيش وفيها النعيم، وبعد ذلك مضت هذه 7 فجاءت 7 الشداد، وأصبح يصرف الناس على وفق ما خططه لهم ويعطيهم من المؤونة ما يكون سبباً من أسباب قيامهم واستمرار أحوالهم. فكان هذا من توفيق الله ليوسف وتوفيق الله لأهل تلك البلاد. كان الناس يفدون إلى يوسف باعتباره قيماً على خزائن الأرض ليأخذوا منه ما يحتاجون إليه من الحبوب. فكان ممن قدم أخوة يوسف بعد أن مسهم الضر وجاءهم القحط والجوع، فاحتاجوا إلى أن يفدوا إلى مصر من أجل أن يتمونوا منها وأن يأخذوا من حبوبها. ما قصة ذلك وما تفصيلها؟ لعلنا نستمع له في هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه
كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض والإشراف على مشاريع الزراعة، فقام بجهد كبير لاستصلاح الأراضي وإعادة زراعتها وترتيب أمورها بحيث يجعل من الأراضي اليسيرة موطنا لمحال لزراع كثيرة، وكان عنده من التخطيط والمهارة في ذلك الشيء الكثير، فأصبح يستغل جميع مياه النهر لسقي هذه الزروع التي رتبها حتى أنتجت إنتاجا عظيما كبيرا، كان من أسباب تفادي الأزمة التي ستمر على البلاد. مضت السبع السنون المخصبة التي فيها الخير، بحيث كان ينظم أمر الزراعة وأيضا ينظم أمر المآكل، فلا يؤكل منها إلا بأقل قدر. ولما مضت السنون المخصبة وجاءت السنوات المجدبة كان الجدب على جميع البلدان المجاورة، فلم يقتصر على بلاد ذلك الملك، وبالتالي أصبح الناس يفدون إلى خزائن مصر من أجل أن يتزودوا منها الحبوب، ويقدمون إليهم بما لديهم من الأموال والذهب والفضة وأنواع الصنائع التي يصنعونها، ليكون هذا من أسباب نماء بيت المال الذي كان يقوم عليه يوسف عليه السلام. احتاج أهل مصر واحتاج أهل فلسطين، وجاءهم
القحط الشديد فاحتاجوا إلى مآكل، فقام يعقوب بإرسال أبنائه إلى مصر من أجل أن يتزودوا مما فيها من أنواع الزروع وأن يمتاروا أنواع القمح الذي يحتاجون إليه. دخل إخوة يوسف مصر، وكان من إخوة يوسف بنيامين، وهو أثير عند والده لأنه كان شقيقا ليوسف. فلما فقد يوسف من عندهم استعاض يعقوب في هذا الابن، وأصبح يأثره ويقدمه ويخصه بأنواع من أنواع الرعاية. فتركوه وعند أبيهم وقدموا، دخلوا على يوسف وعلى من لديه من الموظفين الذين يقومون بترتيب الأمور، فعرفهم يوسف وميزهم، ولكنهم لم يعرفوه، إما لأنهم كانوا في ذلك الزمان يغطون وجوههم على ما قيل، وإما لأنه قد تغير شكله وحاله، فإنه قد مضى من عندهم قبل سنوات طويلة، حيث إنه غادرهم صغيرا فأصبح الآن رجلا كبيرا، سنه قريبا من سن الأربعين. رتب لهم مطلوبهم وهيأ لهم القمح الذي يأكلونه، وجهزهم بأنواع الطعام الذي يكون متوافقا مع طلباتهم. وكان من عمل يوسف أنه يضع لكل شخص حمل بعير، بحيث لا يزيد للشخص الواحد عن ذلك، من أجل أن يحفظ هذه الحبوب، ومن أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب كفايتها للجميع. فجهز لكل واحد منهم حمل بعير، واستدعاهم وسألهم عن أخبارهم، من تركتم وراءكم، وكيف أحوال أهل البلاد التي أنتم فيها. فأخبروه بحال والدهم، ولم يعلموا أنه والد لهم وأنه أخوهم. وأخبروه بأن لهم أخا قد تركوه في بلادهم، وحينئذ أنكر عليهم أن يأتوا إليه بدون أن يقدموا بأخيهم. كيف تركتم هذا الأخ ولم تقدموا به؟ هل تريدون أن تستأثروا بالميرة والطعام دونه؟ ولامهم على ذلك، ولذا قال لهم: لا تقدموا علي مرة أخرى إلا بأخيكم، ائتوني بأخي لكم من أبيكم. ثم قال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل، أي أعطي كل واحد من الناس حمل بعير، فإن أردتم أن يكون هناك عدل فيما بينكم فأتوا بأخيكم لأبيكم لأعطيه مثل ما أعطيكم وأنا خير المنزلين. يعني أنه استضافهم وقدم لهم أنواع الضيافة اللائقة بهم كما كان يفعل ذلك بالناس، وبالتالي استشعروا فضله عليهم، فهو قد وفاهم الكيل الذي جاءوا يطلبونه، ومكنهم من شراء الطعام الذي يحتاجون إليه مع أهلهم، وكان قد أعد لهم أنواع الضيافة سكنا ومأكلا، وبالتالي ذكرهم بفضله عليهم. فيوسف يقول لهم: قد وفيت لكم الكيل، وأيضا أنا قد أنزلتكم وأكرمتكم وقدمت لكم
الضيافة الرائعة العالية، وحينئذ عليكم أن تستجيبوا لطلبي بالإتيان بأخيكم لأبيكم. وبعد أن رغبهم وذكرهم بإحسانه، أراد أن يخاطبهم خطاب التهديد لئلا يتملصوا من الوفاء معه، ولذا قال: فإن لم تأتوني به، أي إذا لم تحضروا أخاكم لأبيكم معكم في المرة الأخرى، فحينئذ لا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي لن أعطيكم من الطعام ولن أبيع لكم منه أي جزء. وقد علم أنهم سيحتاجون عما قريب إلى طعام آخر يأكلونه، وأنهم سيعودون إليه مرة أخرى. وكان من شأن يوسف أن جعل لكل ركب مدة زمنية، بحيث لا يسمح لهم بالقدوم إليه مرة أخرى إلا بعد أن يمضوا هذه المدة. فقالوا ليوسف بأننا سنحاول الإتيان بأخينا لأبينا الذي اسمه بنيامين، ولكننا نعلم أن أبانا قد تعلقت نفسه به، وقد لا تسمح نفسه بأن نذهب به معنا، ولكننا سنحاول معه المحاولة الشديدة، وسنراوده، بمعنى سنجعله يستجيب لطلباتنا بموافقة منه وإن لم يكن راغبا في ذلك. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنقدم إليك قريبا وهو معنا، أو أنهم قالوا بأننا فاعلون لإقناع والدنا بإتيانه معنا. حينئذ قال يوسف للموظفين الذين يعملون معه، إما أنهم من المماليك أو من غيرهم: اجعلوا بضاعتهم، أي السلعة التي قدم بها هؤلاء من فلسطين، ردوها عليهم في محاملهم، فاجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي في مواطن الحفظ التي توضع على الإبل، من لعلهم يعرفونها، أي إذا عادوا إلى أهلهم وشاهدوا هذه الرحال ووجدوا أن بضاعتهم من أشياء اشتروا بها الطعام قد عادت إليهم، لعلهم يرجعون، أي يعودون إلي مرة أخرى قبل المدة المحددة لأمثالهم. فظاهر هذا اللفظ أنه أعطاهم الكيل الذي لهم، وكذلك أعطاهم الثمن الذي اشتروا به، إما لأنه أراد أن يتحرجوا من بقاء الثمن عندهم فيعودوا إليه بسرعة ليردوا الثمن لأصحابه، وإما لأنه أراد أن يقدموا مرة أخرى ليشتروا حبوباً ثانية غير الحبوب الأولى. رجع إخوة يوسف إلى أبيهم وعادوا إلى بلدهم الذي قدموا منه، وحينئذ بدأوا يخبرون والدهم بما حدث عليهم من القصص ومن الحوادث بمجرد قدومهم قبل أن يفتحوا رحالهم، فعرفوه بذهابهم وعرفوه بمقابلتهم لعزيز مصر، وعرفوه بأنه أكرمهم
وضافهم أحسن الضيافة وأعطاهم الكيل واشترى منهم وأخذ الثمن الذي قدموا به مع أن فيه شيئا من العيب والاستنقاص، وحينئذ ذكروا له طلب العزيز لهم بأن يحضروا أخاهم لأبيهم، وأنه امتنع من أن يعطيهم كيلا مرة أخرى حتى يقدم أخوهم لأبيهم، فقالوا يا أبانا، فخاطبوا والدهم بخطاب الأبوة من أجل أن يكون هذا سببا من أسباب عطفه عليهم وموافقته لطلبهم. ثم قالوا له منع منا الكيل، أي أنه أوقف التعامل معنا ولم يؤذن لنا بأن نشتري من الحبوب التي لديهم إلا بقدوم أخينا لأبينا معنا. وحينئذ طلبوا منه أنهم متى عادوا مرة أخرى إلى مصر من أجل الطعام والزراعة أن يرسل معهم أخاهم بنيامين من أجل أن يتمكنوا من شراء الحبوب وكيلها، وتعهدوا لوالدهم بأن يحفظوه من كل سوء ويمنعوا عنه كل ما قد يؤثر عليه. إلا أن يعقوب تفاجأ بهذا الطلب الغريب واستغربه، ولم يأمن منهم أن يفعلوا ببنيامين مثل ما فعلوا بيوسف، ولذا قال لهم هل آمنكم، أي هل أطمئن لكلامكم وأصدقكم فيه، إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل، فإنكم قد تعهدتم لي بأن تكونوا له ناصحين وبأن تكونوا له حافظين وبأن تكونوا مراعين له، وحتى قلتم بأنه إذا أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، فكيف آمنوكم؟ والإنسان لا يأمن من محل الخيانة والغدر، ولذا قال فالله خير حافظا، هو الذي يحفظني ويحفظ يوسف ويحفظ بنيامين ويبعد عنا أنواع السوء والمكائد، وهو أرحم الراحمين، أي أن الله جل وعلا طلب من الله أن يرحمه بإعادة يوسف إليه. فتح إخوة يوسف رحالهم والتفتوا إلى ما فيها من الطعام، فإذا بالأثمان التي ذهبوا بها قد عادت معهم، ووجدوا أثمانهم وبضاعتهم التي باعوها قد عادت إليهم وأصبحت في رحالهم. فحينئذ يحتمل أن يوسف يحتمل الأمر في أذهانهم أنهم عادوا بدون علم يوسف ومن معه بهذه الأموال، وبالتالي فإن الأمانة تقتضي منهم أن يعيدوها إلى أصحابها. ويحتمل أن هذا العزيز ومن معه قد وضعوا هذه الأموال عن عمد من باب كرمهم الزائد ومن باب إحسان وفادتهم، فقد كان يوسف يحسن ضيافتهم. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نحتاج إلى العودة إلى مصر، إما لنعرف حقيقة الأمر، فإن كانت لأهل مصر رددناها إليهم، وإن كانوا قد قصدونا ونوونا بها اشترينا ميرة وحبوبا أخرى
لنستطيع بها أن نكتفي بهذا الطعام لمدة طويلة. فتحوا متاعهم ورحالهم ووجدوا بضاعتهم وأثمانهم قد وجدت في الرحل وردت إليهم، وبالتالي عادوا لأبيهم فقالوا: يا أبانا ما نبغي، أي ما هو الأمر الذي نقصده وما الذي ينبغي بنا أن نفعله؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، أثماننا التي ذهبنا بها وجدناها في رحالنا، ولذلك سنعود إلى مصر من أجل إعادة هذه الأموال لأهلها وأصحابها، وسنأخذ معنا أخانا من أجل أن نمتار به زيادة ميرة، وأن نأخذ حمل بعير زائداً عما سنأخذه. ولذلك إذا عدنا سنمير أهلنا، أي سنقدم لهم بالطعام الذي يغذي أبدانهم، ونتعهد لك أن نحفظ أخانا من كل سوء، وأن لا نمكن من أراد به شرا منه. وحينئذ سيكون معنا شخص زائد، وبالتالي سيعطوننا حمل بعير زائد عما كنا نأخذه بدونه. فلذا قالوا: ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. تحير يعقوب وهل يرسله أو لا يرسله، جزم في أول الأمر بأن لا يرسله، ثم بعد ذلك طلب منهم العهود والمواثيق التي تجعله يصدق وعدهم له بحفظ هذا الابن، فقال: لن أرسله معكم، أي لن أدعه يذهب معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي تعطوني ما تثق به نفسي أنكم ستعودون بهذا الابن إلي بدون أن يأتي به أي سوء، إلا أن يأتيكم أمر خارج عن إرادتكم فيحاط بكم. قدم إخوة يوسف المواثيق والعهود على حفظهم لأخيهم من أبيهم بنيامين، وأنه سيجعلونه معهم بمثابة من يجعل في العين. فآتوا والدهم العهود والمواثيق، حينئذ وافق على طلبهم بإرسال يعقوب، بإرسال بنيامين بن يعقوب، خشية من جوع أهله وعدم وجود كفايتهم من الطعام. وحينئذ قال: الله على ما نقول وكيل، فهو الذي يتوكل بالأمر، وهو سبحانه الذي يحفظ عباده، وبالتالي اعتمدت على الله في حفظ هذا الابن. ثم وجه يعقوب إلى أبنائه نصيحة، فقال لهم: إذا دخلتم الديار المصرية فحينئذ لا تدخلوا من باب واحدة. وقد كان الناس في الزمان السابق يضعون على مساكنهم وعلى مدنهم أسواراً وحصوناً لئلا يتمكن منها أعداؤها، ولئلا يكون للسراق منفذ عليها، ولئلا يوجد طريق لأهل الفساد أن يفسدوا في بلدهم. ولذا كانت البلدان محوطة بسور ولها أبواب محدودة هي التي يتمكن الناس من دخولها. يعقوب وصى أبناءه وقال:
لا تدخلوا جميعا من باب واحد، فأنتم عدد فهم 11، وكانوا على نظرة بهية وطول فارع وأجسام متينة قوية، ولذلك قد يراهم من يراهم فتتعلق نفسه بهم، فيكون هذا من أسباب حصول العين عليهم. قال لأبنائه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، تفرقوا في الأبواب، فإنه خشي عليهم. إما أنه خشي عليهم من العين، لأنهم بكمال أجسادهم وكثرة عددهم وما لديهم من قوة قد تتعلق النفوس بهم فيلحقهم عين ممن يراهم، وآخرون قالوا بأنه أراد ألا يقبض عليهم جميعا، فإن من يدخل في المدن معرض لأنواع السجن بما قد يوجهه إليه حارس الباب أو غيره في بسبب دخوله، ولذا أمرهم أن يتفرقوا، بحيث إذا كانت هناك مشكلة على بعضهم لم تستمر هذه المشكلة على باقيهم. قال: يا بني، فخاطبهم باسم البنوة: لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا المدينة من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، أي متباعدة ومتنوعة. وما أغني عنكم من الله شيئا، أي أنني لا أستطيع أن أرد قضاء الله جل وعلا عنكم، ولذا أقر بأن بتصريف الكون لله تعالى. وهنا تلاحظون الفرق بين هذه الكلمة إن الحكم إلا لله وما ورد مثلها في كلام يوسف عليه السلام حينما قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. فهناك المراد بالحكم الأمر الشرعي الديني من وجوب التوحيد ووجوب طاعة الله، أما هنا فقوله إن الحكم إلا لله يراد به حكم القضاء والقدر وليس الحكم الشرعي. والحكم بنوعيه، كلاهما لله جل وعلا. ثم قال: عليه توكلت، أي اعتمدت بقلبي على رب العزة والجلال أنه سينصرني وسيتولى شأني، وحينئذ على الله وحده نتوكل، بحيث لا تعتمد قلوبنا على الأسباب ولا على أحد من الخلق، فإنه لن ينجح سبب إلا بأمر الله جل وعلا. بالتالي علق قلبك برب العزة والجلال. دخلوا المدينة وذهبوا إلى يوسف، وكان دخولهم المدينة بحسب الطريقة التي ذكرها لهم والدهم طاعة له. وبين الله عز وجل بأن ذلك لا يغني عن أحد من الله شيئا، لكن هذا التوجيه بالتفرق في الأبواب حاجة قدرها يعقوب في نفسه، وبالتالي رتب هذا الأمر. قال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه، هذا ثناء على يوسف عليه السلام، ولكن فيه بيان أن ما يستفيده الإنسان من معلومات فإنما هي من الله جل وعلا،
فالله هو الذي يمكنه من ذلك كله. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد متعددة، فمن تلك الفوائد فضل الله على يوسف حيث جعله على خزائن الأرض ومكنه بها، وفي هذه الآيات فضل الله على يوسف بجعل إخوانه يحتاجون إليه ويفدون له. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان قد يعرف من لا يعرفه، وقد يتذكر علاقة بينه وبين غيره، وذلك الغير لا يتذكر تلك العلاقة. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد جواز استعمال الأجراء والموظفين والعمال كما فعل يوسف عليه السلام. وفي الآيات أيضا توصل الإنسان إلى ما يطلبه، بتوسل الإنسان إلى ما يطلبه بفعل ما يوصل إلى ذلك السبب، ولكن ليعلم بأن السبب وحده لا ينتج مطلوبه حتى يكون معه قضاء وقدر من الله تعالى. وفي هذه الآيات الترغيب في الوفاء في المكاييل وعدم بخسها، وفيها أيضا إكرام الضيوف وبذل ما يحتاجون إليه. وفي هذه الآيات استعمال أسلوبي الترغيب والترهيب كما في قصة يوسف عليه السلام. وفي هذه الآيات ما من الله به على يوسف من التصرف في الكون. وفي هذه الآيات من الفوائد عود الإنسان في الطلب من شخص قد اعتذر فيما مضى. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا جواز أن يرد المشتري سلعته للبائع الذي اشتراه منه مع الثمن. وفي هذه الآيات ما يجعل الإنسان يقنع بأنه يستحب فعل الأسباب التي تتضمن اجتناب ما قد يؤدي إلى المفاسد فيما مضى. وفي هذه الآيات أيضا الترغيب في عدم تفضيل بعض الأبناء على بعضهم الآخر. وفي هذه الآيات رد البائع الثمن للمشتري لسبب أو لغير سبب. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان أن يأمن لمحل كان سبب من أسباب لحوق الأذى به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وفي هذه الآيات الاعتماد على الله جل وعلا لتحقيق المطالب وحفظ القرابة. وفي هذه الآيات أيضا فضل يوسف على إخوانه في مثل هذه القضايا المذكورة. وفي هذه الآيات من الفوائد أخذ العهود والمواثيق على شخص بالقيام بعمل إما نتيجة صلح أو عوض أو غير ذلك. وفي هذه الآيات الحذر من العين وبذل الأسباب المؤدية
لعدم تأثر الإنسان بالعين، وفيها الترغيب في التوكل على الله جل وعلا. وفي هذه الآيات بذل الإنسان الأسباب التي تزيل أثر العين عنه. وفي هذه الآيات أن العلم فضيلة من الله تعالى يعطيها من يشاء من عباده، ولذا قال عن يعقوب: لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، أصلح الله قلوبكم ويسر أموركم وأصلح ذراريكم وجعل العاقبة الحميدة لكم، كما نسأله جل وعلا أن يكون مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها معيناً وهادياً ونصيراً، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن وفق لليلة الفاضلة ليلة القدر فقامها إيماناً واحتساباً. وبارك الله فيكم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.